دكتور عاطف، استمعت إلى بيان الخارجية العراقية الذي يؤكد أن الحكومة العراقية يعني قد أجلت قصة انسحاب القوات الأمريكية بالعراق وسببت المسببات بهذا. أنت كأستاذ بالعلوم السياسية ومراقب دولي، تعتقد هذا القرار جاء من مصلحة الحكومة العراقية والأمريكية أم أنه جاء تحت ضغط أمريكي على الحكومة العراقية؟ هناك ضغط على الحكومة العراقية من جانبين. الجانب الأول، نحن نتذكر كيف أن رئيس الوزراء العراقي جاء إلى واشنطن ومعه مطالب للحكومة الأمريكية بسحب قواتها المتواجدة في العراق. الحكومة الأمريكية رفضت هذه المطالب، ولكن يجب أن نذكر أن الضغط من الآخر الذي تقع تحته الحكومة العراقية هو ضغط يأتي من الفصائل المسلحة المتواجدة داخل العراق وبطريقة غير دستورية وبطريقة تناقض السيادة الحكومية العراقية. فإذا الحل في يدنا مزدوج. الحل هو إذا كانت من مصلحة العراق أن تبقى القوات الأمريكية لمحاربة أو لضمان أو لردع عودة داعشية للعراق وللمنطقة ولأوروبا أيضا، فيجب أن يكون للعراق مصلحة أيضا في أن تندرج هذه الفصائل المسلحة بالفعل وليس فقط بالكلام بالألفاظ تحت إمرة القوات المسلحة العراقية. ويجب أيضا أن تعلن الحكومة العراقية بجلاء أنها سوف تعمل لما هو فيه مصلحة العراق فقط. فإذا كان الوجود الأمريكي هو في مصلحة العراق، يمكن للحكومة العراقية أن تجدول أي انسحاب أمريكي معتزم على مدى أبعد. وإذا كانت الحكومة العراقية تسعى إلى تثبيت وتعزيز سيادتها كحكومة وكبلد وكدولة ذات سيادة، يجب أن تنفذ بالفعل لا بالعمل لا بالكلام بالألفاظ فقط مسألة أن الفصائل المسلحة التي تأخذ مطالبها وأوامرها من جهات خارج الحكومة العراقية يجب أن تنضم هذه الفصائل تحت إمرة القوات المسلحة العراقية.